الجولة الثانية على المجموعة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لقطر 2022 والصين 2023. المنتخب البنغالي في أول ظهور اليوم بعد ما كان معفى في الجولة الأولى. في المقابلة المنتخب الأفغاني تعرض لهزيمة قاسية وخسارة ساحقة من المنتخب العنابي. المنتخب القطري سداسية نظيفة، سداسية الإقناع والإمتاع للعنابي بفضل هاتريك المعفى معز علي، حسن الهيدوس، عبد الكريم حسن وخوخي بوعلام. قطر عمان في المرتبة الأولى 3 نقاط، لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة إيجابي 6 للمنتخب العنابي، إيجابي 1 للمنتخب العنابي العماني بعد الفوز على الهند بهدفين مقابل 1. بنغلاديش، الهند، أفغانستان في المرتبة الثالثة دون رصيد من النقاط. الليلة أكيد مباراة كبيرة للمنتخب القطري انطلاقا من الساعة 7:30 بتوقيت الدوحة في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد أمام المنتخب الهندي. مباراة كذلك منقولة مباشرة على قنوات الكأس الرياضية. الكرة الأولى في المباراة من تماس رحمات ليا في 7 مباراة دولية مع المنتخب البنغالي. يرفع الكرة الطويلة، تدخل من دفاع منتخب أفغانستان، كرة تذهب مباشرة للحارس أشرف ولي إسلام رنا. بهذه المجموعة الخامسة الحظوظ الأكبر للتأهل للمونديال وكذلك كأس أمم آسيا لكرة القدم للمنتخب القطري. المنتخب العماني بدرجة أقل، هناك الهند وأفغانستان وبنغلاديش من أجل بطاقة لما لا تكون لنهائيات كأس أمم آسيا. بالنسبة للمنتخبين البنغالي والأفغاني، كرة وتدخل ولمسة يد واضحة، قرار من حكم المباراة لي زهانك. الدقيقة الثانية مشاهدينا الكرام والنتيجة لا تزال متعادلة 0-0. أول محاولة في المباراة لمسة يد كانت واضحة وضوح الشمس وقرار صائب من حكم المباراة. منتخب أفغانستان للاعبين مولودين في أفغانستان، أمريكا، ألمانيا، هولندا والدنمارك. اليوم المدرب أنوش داتسكير يغير على مستوى الأسماء الأساسية، 3 تغييرات في التشكيلة التي تخوض مباراة بنغلاديش مقارنة بالمباراة الماضية أمام المنتخب العنابي. عباسين علي خيل لاعب المحور اليوم خارج القائمة، كذلك أحمد عمران حيدري وميلاد انتظار الظهير الأيمن. في المقابل دخول أوميد بولبزي بالقميص رقم 19، 7 زوبير أميري و10 فيصل شايستا. 3 تغييرات لأنوش داتشكير. في المقابل المنتخب البنغالي في أول ظهور مع المدرب الإنجليزي كان أمامنا على الصورة جيمي داي، 40 سنة لهذا المدرب اللاعب السابق لأرسنال تحت إشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغير من 97 إلى 99. لكن هذا المدرب اللاعب جيمي داي لم يقدر على افتكاك مكان في الأحداث الأساسي لأن الفرنسي إيمانويل بوتي والآخر باتريك فييرا كان يلعبان في نفس المركز مع داي، وحظوظه في اللعب كانت ضئيلة جدا بالنسبة لجيمي داي. ترجع الكرة أفغانية من جهة اليمين، أوميد يرفع طويلة، المحاولة الأولى خطيرة لمنتخب أفغانستان، يتدخل دفاع منتخب بنغلاديش، تعود للقائد في وسط الميدان حامل القميص رقم 6 جمال بيان. 36 مباراة دولية قبل مباراة اليوم، كل اللاعبين في منتخب بنغلاديش ينشطون بالدوري المحلي البنغالي، ولا لاعب خارج الدوري المحلي، ولا لاعب محترف في البطولات الآسيوية أو الأوروبية والإفريقية. ترجع مرة أخرى كرة لمنتخب بنغلاديش في مباراة أدركت الدقيقة 5 والنتيجة لا تزال متعادلة 0-0. أذكر أول مباراة جمعت المنتخبين في دورة العام جنوب أفريقيا كانت بتاريخ 30/3/2004، وانتصار بنغلاديش على أفغانستان بهدفين مقابل 1. آخر مواجهة تعود تقريبا ل4 سنوات مضت، 24/12/2015 لحساب الكأس الذهبية لدول جنوب القارة، 4-0 للمنتخب الأفغاني. في المقابل هي الليلة أول مباراة تاريخيا بين المنتخبين في تصفيات المونديال وكذلك كأس أمم آسيا.
تعود كرة أخرى أفغانية لأصحاب الزي الأحمر على يسار المتفرج أوميد بولباتزي، يرفع الكرة مقطوعة في وسط الميدان، تعود من جمال، كرة طويلة، المحاولة لمنتخب بنغلاديش من أجل الافتكاك خط وسط الميدان والضغط على حامل الكرة بالنسبة للمنتخب الأفغاني. منتخب بنغلاديش مع مدرب جيمي داي يعرف جيدا المنتخب الأفغاني من خلال دراسته في المباراة الأولى أمام المنتخب القطري، لكن منتخب بنغلاديش هو منتخب بين ظفرين غير معروف بالنسبة للمنتخب الأفغاني على المستوى التكتيكي والفني. نعم هو منتخب بنغلاديش خاض تصفيات المرحلة الأولى أمام منتخب لاوس وتمكن من الفوز ذهابا 1-0 والتعادل إيابا 0-0 ليتمكن منتخب بنغلاديش من التأهل والوصول لدور المجموعات. المرحلة الثانية، كرة من جمال بيهايان قائد الفريق، يرفع الكرة مرة أخرى باتجاه محمد نبيب، مقطوعة في وسط الميدان. المباراة تبدو متكفئة بين المنتخبين، ننتظر الدقائق القادمة كيف ستكون. أكيد أعين الإطار الفني للمنتخب القطري كذلك على منتخب بنغلاديش، واحد من المنافسين القادمين في الجولات المنتظرة لهذه التصفيات المشتركة المزدوجة لمونديال قطر 2022 وآسيا 2023 بالصين. كل كبيرة وصغيرة يجب أن تدرس لكل المنافسين بالنسبة للمنتخب العنابي المنتخب الكبير بطل القارة 2019. أشرف ولي إسلام الرانع بمباراة دولية رقم 16 يحمي الشباك وعارين منتخب بنغلاديش في هذه المباراة التي تلعب في الملعب المركزي دوتشامبي عاصمة طاجكستان. هذا الملعب الذي تم افتتاحه سنة 1946، التهيئة في ثلاث مناسبات أخرى 1962 2007 و2010، يتسع تقريبا ل 20,000 متفرج وهو من أكبر الملاعب تقريبا في طاجكستان. يحتضن مباريات فريق سي اس كا بامير دوشامبي واستقلال دوشامبي في رقة عاصمة في طاجكستان. كرة مرفوعة طويلة من أوميد بولباتزي في اتجاه حسن أمين الظهير الأيسر لاعب فريق ميبن الألماني في الدرجات السفلى 27 عام 26 مباراة، هدفان لحسن أمير. منتخب أفغانستان أفضل على مستوى الانتشار وامتلاك الكرة في بداية هذه المباراة، دخول قوي من حسن أمين مرة أخرى، ملعوبة كرة قصيرة لأجمع المركزة يعاون عليها المنتخب الأفغاني، يظهر بصورة إلى حد الآن أفضل على مستوى التوازن الدفاعي والهجومي من المباراة الأولى أمام المنتخب القطري. كرة خطيرة من جانب جبار وحكم المباراة الصيني ليتسان يعلن على مخالفة لمنتخب أفغانستان. بعد هذا المرور والتوغل من جانب فيصل الشايستي، فيصل كان تم إقحامه في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام المنتخب العنابي كذلك مع زبير أميري بالقميص رقم 7. جيمي داي درب مجموعة من الفرق في دوريات صغيرة في إنجلترا، مساعد كذلك في نادي بارو الدرجة الخامسة الإنجليزية. كرة من فيصل في تنفيذ هذه الكرة الثابتة لمنتخب أفغانستان. تعليمات المدرب أنوش داتسكير، 30 سنة فقط لهذا المدرب الشاب لمنتخب أفغانستان في تنفيذ هذه الكرة الثابتة ومحاولة أولى في هذا الشوط الأول في 9 دقائق لعب. مشاهدين الكرام على شبكة قنوات الكأس الرياضية في المتابعة لمباريات التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس أمم آسيا، محاولة وكرة قريبة من الحارس أشرف ولي إسلام الرانا، محاولة فيصل شايستي، هذه الكرة الأخيرة لم تكن بعيدة على القائم الأيسر للحارس أشرف ولي. يعود ركلة مرمى جانب من الحضور الجماهيري في مباراة اليوم بالنسبة للجولة الثانية المجموعة الخامسة. كرة في وسط الميدان لبنغلاديش، منتخب جمهورية بنغلاديش الشعبية لم يتأهل إلى حد الآن للمشاركة في المونديال، شارك مرة واحدة في نهائيات كأس أمم آسيا عام 80 بالكويت، توج بطلا مرة واحدة في بطولة اتحاد جنوب آسيا بعد أن هزم المالديف
في النهائي بركلات الترجيح نسخة 2003 في بنغلاديش. يلعب كرة في الوسط طويلة، التدخل موجود من نجم حيدري، تعود مرة أخرى كرة خضراء للمنتخب البنغالي، والتماس يعود أفغاني مع هذا المدرب الذي خاض فقط 4 مباريات دولية فقط كلاعب مع منتخب أفغانستان. أنوش تسكير عامي 2015 و2016، من 2016 في سن 27 سنة كمدرب أول لمنتخب أفغانستان بصفة مؤقتة، ثم مساعد للألماني أوتو فيستر، وفي آخر 2018 عين رسميا مدربا أول للمنتخب في ريعان شبابه. خريج معهد يوهان كريف للتدريب في هولندا، أنوش تاتسكير من أجل كتاب التاريخ لمنتخب أفغانستان في هذه السنوات. كرة ملعوبة لأوميد بولبادزي قصيرة، كانت عودة دفاعية مميزة لمنتخب بنغلاديش. رفع الكرة في وسط الميدان، الكونترول كان خطأ من أحمد بيبلو، ترجع لشريف محمد في الوسط مرة أخرى، كرة للقاعد فرشاد نور واحد من بين أبرز اللاعبين في منتخب أفغانستان. هذه كرة وجبة محاولة من جهة اليمين لآدم نجم، تعود لفيصل شايستي، فيصل يعود مرة أخرى نور حسين. نور 22 سنة 5 مباريات دولية مع منتخب أفغانستان. كرة ملعوبة مرة أخرى، ملعوبة في عمق الدفاع، يتدخل دفاع بنغلاديش، تعود مرة أخرى الكرة، الهجمات إلى حد الآن دون خطورة على مرمى أشرف والإسلام الرنا وكذلك عويس عزيزي حارس المنتخب الأفغاني الذي يغير اليوم على مستوى الرسم التكتيكي من 5-4-1 أمام المنتخب القطري. الطريقة الدفاعية التي اعتمدها أنوش تسكير، وهذا طبيعي جدا وله الحق هذا المدرب في اتباع هذه الخطة الدفاعية التي لولاها لكانت الحصيلة ممكن أكثر، هي 6 أهداف مقابل 0 في الجولة الماضية، فما بالك لو لعب الهجوم وترك المساحات لنجوم المنتخب العنابي. اليوم أمام منتخب بنغلاديش تقريبا منتخب في نفس التصنيف والمستوى مع منتخب أفغانستان، يغير أنوش ويلعب بطريقة هجومية 4-3-3. كرة من جانب أوميد في وسط الميدان، فرشاد نور تعود وتبقى دائما على مستوى الامتلاك من جانب جبار تشارزي، كرة لليسار حسن أمين. منتخب أفغانستان سيطرة عقيمة إلى حد الآن، نسبة امتلاك كرة رهيبة لكن دون خطورة، الفينيش والأسيست الحاسمة مفقودة إلى حد الآن في هجوم المنتخب الأفغاني، أو لنقل على مستوى خط وسط الميدان، اللاعب الذي تكون له اللمسة السحرية، اللمسة الأخيرة، اللمسة التي تتيح الفرصة للمهاجم لتسجيل الأهداف، هي الحلقة المفقودة إلى حد الآن بالنسبة للمنتخب الأفغاني الذي يحتل المرتبة 149 عالمياً 1058 نقطة حسب آخر تصنيف دولي للمنتخبات الوطنية الصادر يوم 25 يوليو الماضي. 149 عالميا لمنتخب أفغانستان، في المقابل 188 عالميا لمنتخب بنغلاديش، 922 نقطة. أعلى تصنيف لمنتخب بنغلاديش كان 110 في شهر 4 1996، وأدنى مرتبة 183 يونيو 2008. أول مباراة دولية لبنغلاديش في كوالالمبور 26 يوليو 1973، انتهت بالتعادل بهدفين أمام المنتخب التايلاندي. أكبر فوز في داكا أمام منتخب المالديف 8-0 سنة 1985، وأعرض خسارة لمنتخب بنغلاديش كان تعرض لها أمام كوريا الجنوبية سنة 1979 9-0 مع المنتخب الكوري الجنوبي وكذلك المنتخب الإيراني في مناسبتين، في مباراتين 9-0 تساعية كاملة للمنتخب البنغالي عام 79 وسنة 1982. تعود الكرة مرة أخرى حمراء لمنتخب أفغانستان من جهة اليمين، أوميد بولبادزي لا يزال يبحث عن الحلول إلى حد الآن، طريقة دفاعية
طريقة الكماشة بالنسبة لمنتخب بنغلاديش أمام هجوم أفغانستان. منتخب بنغلاديش مع المدرب الإنجليزي جيمي داي على الطريقة الإيطالية في مباراة اليوم بطريقة حذرة جدا، يغلق كل المنافذ أمام منتخب أفغانستان. تعود الكرة مرة أخرى، لمسة من فرشاد نور، يرفع الكرة الطويلة أوميد بولباتزي، والكرة لا زالت في الميدان. يتدخل الدفاع من باتشا وحكم المباراة، يعطي كرة لمنتخب بنغلاديش. إصابة لمدافع بنغلاديش وتعليمات المدرب جيمي داي، عدة تربصات ومعسكرات في العام الأخير، استعداد لهذه التصفيات، معسكرات في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وكمبوديا وتايلاندا، والبداية كانت ناجحة أمام لاوس في المرحلة الأولى في الدورة التمهيدي لهذه التصفيات الخاصة بالمونديال وكذلك كأس أمم آسيا 2022 و2023. كرة تعود أفغانية مجددا من فيصل تشايستي، يلعب كرة قصيرة باتجاه حسن أمين، منظم أكثر المنتخب الأفغاني إلى حد الآن سيطرة لكن دون تجسيم. تعود إلى أوميد بولباتزي، أوميد تنويع على مستوى اللعب، لمسة قصيرة في اتجاه فيصل تشايستي، يلعب كرة لجهة اليسار، كرة لشريف محمد، ملعوبة مع زبير أميري، أميري مرة أخرى في وسط الميدان إلى فرشاد نور. شوف الكتلة الدفاعية للمنتخب البنغالي في هذه المباراة، تقريبا كل لاعب عليه الكرة تلقى لاعب في هذه التصويبة، الحل في التسديد، الله على الكرة الأخيرة والتصويبة من جانب المنتخب الأفغاني. يحاول فرشاد نور 24 عام الكابيتانو أن يجد الحلول من خلال التصويب والتسديد. 16 مباراة 7 أهداف لمحترف نيا سلاميسا القبرصي، هذا اللاعب مولود في هولندا وسبق له تقمص زي المنتخب الهولندي المنتخب البرتغالي البرتغالي في الأصناف والفئات السنية تحت 17 سنة وتحت 19 سنة مع المنتخب الهولندي قبل الاستقرار للعب مع منتخب بلاده منتخب أفغانستان. إعادة للمخالفة الأخيرة المرتكبة على المدافع البلغاري ياسين خان، ورسالة للحارس عويس عزيزي، حارس مازيان مالديفي 27 عام 27 مباراة دولية لحارس المنتخب الأفغاني. منتخب أفغانستان سبق له المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 1948، لعب ضد لوكسمبورغ وخسر 6-0. هذا المنتخب الذي يحتل حاليا المرتبة 149، أعلى تصنيف للفيفا كان في شهر 4/2014 122، وأدنى مرتبة 204 يناير 2003. أول مباراة دولية كانت سنة 1941 أمام المنتخب الإيراني، انتهت بالتعادل 0-0. أكبر فوز على البوتان 8-1 في نيو دلهي الهندية بتاريخ 7/12/2011، وأعرض خسارة تعرض لها منتخب أفغانستان كانت سنة 2003 أمام تركمانستان 11-0. نعم 11-0، يعرض خسارة للمنتخب الأفغاني في تاريخه. تعود الكرة مرة أخرى في دفاع نجم حيداري مع شريف محمد، خروج بالكرة لمحترف كذلك الدوري القبرصي، لمسة من نور حسين إلى حسن أمين، أمين على جهة اليسار، تثبيت في التشكيلة الأساسية لحسن أمين. ترجع الكرة بعد المباراة الماضية أمام المنتخب العنابي، يتدخل دفاع منتخب بنغلاديش. السؤال المطروح، إلى متى سيصمد دفاع بنغلاديش أمام هجومات المنتخب الأفغاني؟ لحد الآن بالنقاط بلغة الفن النبيل الملاكمة المنتخب الأفغاني أفضل إلى حد الآن ومتقدم، لكن الواقعية
وإصرار ودفاع منتخب بنغلاديش إلى حد الآن يبقي النتيجة على البياض. نتيجة البداية 0-0. تعود مرة أخرى هجمة من خلال هذه الكرة الثابتة للمنتخب الأفغاني فيصل تشايستي، حاول التصويب يا سرية يضرب فيصل والكرة للحارس أشرف الإسلام رنا، أفضل هدف في تاريخ الكرة الأفغانية بيلال أردزو 15 هدف، وأكثر اللاعبين مشاركة زهيب إسلام أميري ب 43 مباراة لمنتخب أفغانستان الملقب بأسود خراسان، من أقدم المنتخبات في العالم. نعم هذا المنتخب رغم عدم بروزه وظهوره في الساحة العالمية والإقليمية والقارية على الوجه المنتظر منه، يعني هو من أقدم المنتخبات في العالم. تم تقريبا إنشاء الاتحاد الأفغاني سنة 1922، انضم للفيفا عام 1948. هذا المنتخب دفع ثمن الحروب وحكم طالبان من 96 2001 قبل العودة للنشاط 2003 والتتويج 2013 بكأس جنوب آسيا بالنيبال، الفوز في النهائي على الهند بهدفين لصفر، أول الألقاب في كرة القدم الأفغانية من خلال بوابة كأس جنوب آسيا بالنيبال. أدركنا الدقيقة 21، نتيجة متعادلة مشاهدينا الكرام على شبكة قنوات الكأس الرياضية 0-0. محمد شريف أوميد بولباتزي، مباراة الجولة الثانية ذهاب لتصفيات المجموعة الخامسة المزدوجة المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. هذه كرة ملعوبة للمنتخب الأفغاني، هجمة خطيرة من جهة اليسار في المنطقة، تصويب كله، محاولة أولى خطيرة يتصدى الحارس أشرف الإسلام رنا عبر سكورة في المباراة في هذا الشوط الأول. المنتخب الأفغاني أفضل وأقوى من منتخب بنغلاديش، سيطرة بالطول والعرض لكن دون نجاعة دون تجسيم دون أهداف. ترجع مرة أخرى من أوميد بولباتزي، كرة في وسط الميدان للمنتخب الأفغاني، تغيير كلي للعب لجهة اليمين. ما ينقص المنتخب الأفغاني لحد الآن هو التهديف، التسجيل فقط. صورة مغايرة للمباراة الأولى أمام المنتخب القطري، نعم هو ليس بنفس المنافس ونفس القيمة. المنتخب البنغالي مع المنتخب القطري، منتخب بنغلاديش يكتفي في هذا الشوط الأول بالدفاع ولا شيء غير الدفاع. ترجع الكرة مرة أخرى، أوميد بولباتزي، كرة لي نور حسين، نور إلى فرشاد نور، يرجع بالكرة ورائية إلى النجم حيدري، يلعب مع حسن أمين، يعيد الكرة لنور حسين يرسلها إلى الأمام، كرة ملعوبة في اتجاه فيصل تشايستي، فيصل 10 المنتخب الأفغاني يتلاعب بدفاع بنغلاديش، يرفع الكرة راسية يتدخل، ما زالت الخطورة في مناسبة أخرى، كرة جديدة لدفاع الأخضر إلى حد الآن، تقريبا 10 لاعبين بما فيهم وباعتبار حارس المرمى في مناطق المنتخب البنغالي. ترجع مره اخرى فيصل تشايستي، حاول يرفع الكره من جديد، استماته الصمود، الدفاع واصرار كبير من جانب بنغلاديش في الدفاع الى حد الان. وحيد محمد نبيب زيبان في الخط الامامي مع النجم حيدري وشريف محمد، ثنائي محور الدفاع في المنتخب الافغاني، فقط محمد نبيب والبقيه في الدفاع، نبيب في الهجوم وعشرة لاعبين في الدفاع. ممكن اعتبار رسمة تكتيكي لتشيمي داي في هذا الشوط الأول إلى حد الآن 10-1. ترجع مرة أخرى كرة لمنتخب أفغانستان، 10 باعتبار الحارس، 9-1 لمنتخب بنغلاديش. كرة أخرى في منطقة الجزاء مرفوعة خطيرة لمنتخب أفغانستان، أعتقد واعتقاد شخصي أن الهدف لن يطول كثيرا بالنسبة لمنتخب أفغانستان في هذه المباراة. أشرف الإسلام رنا كان تعلق في كرة فرشاد نور على أخيرة، واحدة من أبرز الكرات لمنتخب أفغانستان. انتصف الشوط الأول والنتيجة هي نتيجة البداية 0-0. أرجع الكرة إلى أميد بولباتزي، محمد شريف، أميد
مرة أخرى يرفع الكرة طويلة قطرية ممتازة العملية. أوه محاولة لزبير أميري. زبير أميري لم يستغل هذه التوزيعة عن مليمترية من أوميد بولبادزي. تعود الهجمة على بنغالية من جهة اليمين. محاولة من أحمد بينبو. يعود دفاع منتخب أفغانستان يقطع هذه الكرة وينطلق بهجمة جديدة الكونتر أتاك لكن مقطوعة من جانب رانا. رانا يلعب كرة لمسة قصيرة مع الرحمة ميا. ميا من جهة اليمين التمرير والتسلسل للخروج بالكرة لمنتخب بنغلاديش غير ناجح إلى حد الآن. منتخب ناجح فقط دفاعيا ضعيف على المستوى الهجومي في التنشيط وفي التحول من الدفاع إلى الهجوم. فريق ومنتخب بنغلاديش من أضعف المنتخبات إلى حد الآن في هذه المجموعة الخامسة. كرة لآدم نجم. منتخب أفغانستان على مستوى المهارات الفردية يعني منتخب محترم جدا لكن على مستوى التوظيف الجماعي ممكن هنا الإشكال وهنا المنظومة الغير مفهومة من جانب المدرب عنوش داتسكير. كرة من مخالفة لمنتخب أفغانستان. التنفيذ سيكون لأوميد بولبادزي. يشعر بخطورة الوضع المدرب جيميدي المدرب الإنجليزي للمنتخب البنغالي. كرة ثابتة مخالفة التنفيذ من أوميد بولبادزي يتمتع بتسديدات قوية. ارفع الكرة خطيرة. جول 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 جول. هدف أول في المباراة لن يطول كثيرا الصمود الدفاعي لمنتخب بنغلاديش والكابتن فرشاد نور يفك شفرة الدفاع برأسية بكرة كانت قوية جدا بعد مخالفة أوميد بولبادزي. الهدف والكابتن والقائد المثالي فرشاد نور أخيرا يتمكن من إسعاد الجماهير الأفغانية في مدرجات ملعب دوشنبي في عاصمة تاجكستان. هذه كرة أوميد بولبادزي توزيعة مليمترية رأسية كانت قوية رغم محاولة أشرف ولي إسلام رنا. تصويبة من فرشاد نور وهدف أول في المباراة مشاهدين الكرام. هدف فرشاد في الدقيقة 27. 1-0 النتيجة الآنية الحينية. تتغير المعطيات فيغير منتخب بنغلاديش من طريقته الدفاعية ويتقدم أكثر للهجوم أم يحاول أن يتفادى هزيمة عريضة أمام منتخب أفغانستان. شريف محمد إخراج الكرة للتماس. كرة تعود من جانب رحمة ميا على الدائرة الأيسر للمنتخب البنغالي في هذه المباراة إلى حد الآن. أن تدافع بمثل هذه الطريقة طيلة مباراة كاملة أكيد في أي لحظة يكون هناك ارتكاب للخطأ في أي سهو في أي قلة تركيز وهو الذي كان في محاولة فرشاد نور الرأسية بعد كرة ثابتة من أوميد بولبادزي. تعود الكرة مرة أخرى بعد هذا الخطأ المرتكب من جانب جبار تشارزي على مدافع منتخب بنغلاديش. كرة طويلة من جمال. تعود من حسن أمين. تبقى لمنتخب بنغلاديش. شوف التعامل مع الكرة الهجومية الأخيرة عنده دلالات كبيرة للضعف الكبير الهجومي لمنتخب بنغلاديش. كرة أخرى أضعف منتخب إلى حد الآن على المستوى الفني مع قطر عمان الهند أفغانستان. كرة من جهة اليسار. محاولة أفغانية للهدف الثاني. هذه خطيرة خطيرة اللمسة بالكعب. البحث كان عن جبار تشارزي كان متأخر على مستوى متابعة الكرة الأخيرة من آدم نجم. يتدخل ياسين. تبقى الكرة يبقى الضغط وتبقى الهجمات الأفغانية إلى حد الآن هي الأبرز في هذه المباراة دون محاولات تذكر لمنتخب بنغلاديش. عويس عزيزي حارس أفغانستان في أمسية سعيدة في ليلة يعني ليست ككل الليالي على مستوى الراحة لهذا الحارس. ترجع الكرة أوميد بولبادزي. لمسة لفيصل تشايستي. المساندة من جانب فرشاد نور.
تعود لشريف محمد، كرة أخرى فرشاد سحب الهدف الوحيد، ثامن أهداف هذا اليوم مع منتخب أفغانستان في مباراته الدولية رقم 16. محترف نيا سلاميسا القبرصي، ترجع من شريف محمد، أوميد بولبادزي مرة أخرى، كرة قصيرة في دفاع منتخب أفغانستان في نصف ساعة لعب. مشاهدينا الكرام 1-0 للمنتخب الأفغاني. أرجع الكرة، المحاولة أفغانية من جديد، فيصل تشايستي يلعب كرة مع فرشاد نور، تبادل المراكز، تغيير للوظائف في الميدان بين لاعبي المنتخب الأفغاني، يسيطر بالطول والعرض أوميد بولبادزي. شوط أول كاد يكون أعرض على مستوى النتيجة من 1-0. كرة أخرى لزبير أميري، أميري فرشاد نور، يصوب فرشاد لا، التمرير توصل لفيصل تشايستي، التوزيع على القائم الثاني لا وجود لمهاجم. كرة تعود مرة أخرى لمنتخب أفغانستان، اللمسة الرأسية من نور حسين إلى حسن أمين، نجم حيدري إلى شريف محمد، يتقدم قلب الدفاع. 29 سنة، 18 مباراة دولية لشريف محمد، كرة طويلة ملعوبة بالخطأ، كرة للثاني، جول! كرة كانت تكون للثاني بنيران صديقة من دفاع منتخب بنغلاديش. بدأ يتأثر، بدأ يخطئ، بدأت تظهر علامات عدم التركيز بالنسبة لدفاع منتخب بنغلاديش. كرة ومحاولة من أجل تعديل الكفة من أحمد بيبلو، أحمد بيبلو يلعب كرة مع الرنا لكن متفتن شريف محمد، كرة مقطوعة تعود من جديد لمنتخب أفغانستان. منتخب بنغلاديش هجوميا 0-10 أو 0-20 هنا حتى الآن في 32 دقيقة لعب، ولا كورة ولا هجمة حتى على مستوى البناء، يعني منتخب لا يقدر على التمرير وتركيز هجمة. ضعف واضح لمنتخب بنغلاديش. نرجع الكورة مرة أخرى لمنتخب أفغانستان بكرة طويلة. منتخب أفغانستان مدربه عنوش دستكير يعني تحدث بعد المباراة الأولى أمام المنتخب القطري، قال رغم الخسارة الكبيرة أمام منتخب قوي جدا، أنا فخور بما قدمه اللاعبون في غياب التخاذل. قبل هذا سعد الدين يتحسن على الكارت الأصفر الأول في المباراة، لعبنا بأقصى جهد خاصة بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق. هذا تصريح المدرب عنوش دتسكير. في المباراة الثانية الأمور ستكون مغايرة تماما، سنسعى لتحقيق 3 نقاط والانتصار الأول في هذه المجموعة للمحافظة على كل الأمال من أجل بداية مشوار للكرة الأفغانية لهذه التصفيات المونديالية والآسيوية. عنوش دتسكير نشأ لاجئا في باكستان والهند، ثم انتقل مع والده اللاجئ السياسي إلى هولندا، أين تعلم أبجديات كرة القدم كلاعب ومدرب في أكاديمية يوهان كرايف. في سن 20 سنة شارك في معسكرات تدريب ب45 دولة كلاعب ومدير فني. عنوش دتسكير مشروع مدرب كبير لهذا الفني الشاب، 30 سنة فقط. كرة من مخالفة، أوميد بولبادزي من أجل تكرار نسخة الهدف الأول برأسية فرشاد نور. هذا أوميد مرة أخرى يرفع الكرة طويلة على القائم الثاني، يتدخل بالبوكسينج الحارس أشرفول إسلام الرنا. أشرفول هو أبرز لاعب في تشكيلة منتخب بنغلاديش في مباراة هذه الليلة، صامد أمام هجوم منتخب أفغانستان. كرة ملعوبة في وسط الميدان، محاولة من فرشاد نور إلى أوميد بولبادزي، توصل إلى جهة اليمين إلى فيصل تشايستي، يرفع الكرة خطيرة خطيرة هذه الكرة، فيصل تشايستي كرة مرفوعة، توزيعات مليمترية، دقة مهارة في التوزيع، وتدخل دفاع منتخب بنغلاديش في آخر لحظة. ياسين خان
هو من أخرج الكرة للركنية. الضغط رهيب لمنتخب أفغانستان بمساندة جماهيرية بأعداد محترمة جدا. المباراة تلعب في تاجكستان في توتشامبي في الملعب المركزي. ركنية لأفغانستان من أجل تسجيل ثاني الأهداف والاطمئنان وأخذ فارق مريح في المباراة. هدف لصفر، تبقى كل الاحتمالات واردة. منتخب بنغلاديش على كورة على هجمة معاكسة، على كورة ثابتة، على جزئية صغيرة قد يعدل الكفة. ومنتخب أفغانستان في هذا الشوط الأول في وضعية وفي حالة وفترة قوة مقارنة بمنتخب بنغلاديش. هل يتغير الحال في الشوط الثاني أم لا؟ ننتظر. ترجع الكرة مرة أخرى من جهة اليمين، محاولة من جانب زبير أميري. أميري لمسة مع فرشاد نور، النور مع فيصل تشايستي. فيصل زبير، فيصل مرة أخرى، تشايستي. كرة أفغانية في المناطق الدفاعية لمنتخب بنغلاديش. اللمسة من نجم حيدري، قلب الدفاع يلعب في مناطق المنتخب البنغالي، واضح جدا من خلال التأخر للاعبي منتخب بنغلاديش. تقريبا في آخر 20 متر تلقى 19 لاعبين بالزي الأخضر. كرة ملعوبة من أوميد بولباتزي، ممتاز أوميد، الظهير الأيمن يوزع كرة ممتازة، الرأسية خطيرة كانت الكرة من جانب فيصل تشايستي. تقريبا 90% من المحاولات الهجومية لمنتخب أفغانستان من الجهة اليمنى، الجهة اليسرى لدفاع منتخب بنغلاديش. فيصل تشايستي، زبير أميري، جبار تشارزي مع آدم نجم، رباعي الخطورة بالإضافة لفرشاد نور متوسط الميدان وقائد الفريق. أرجع الكرة لكابتن منتخب بنغلاديش جمال. خسارة للكرة مرة أخرى، نسبة ضعيفة في الامتلاك لمنتخب بنغلاديش في هذا الشوط الأول. يستحق الانتصار بهذا التقدم الآني المنتخب الأفغاني. وصوت خراسان ترجع مرة أخرى، كرة في وسط الميدان تذهب لنور حسين. حسين ممتازة التمريرة والقراءة جيدة كانت من المدافع حسين توتول. يقطع الكرة، تذهب لقش من جهة اليمين، بيرشوانات قش. تسع المباريات الدولية مع منتخب بنغلاديش لحامل القميص رقم 2. 8 دقائق لنهاية زمن هذا الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، جماهير أفغانستان سعيدة بهذا التقدم الآن لحد الآن وهذا الانتصار على بنغلاديش 1-0 هنا في عاصمة طاجكستان. كرة من عويسي عزيز، أوميد بولباتزي، شريف محمد، نجم حيدري، توصل الكرة لحسن أمين من جهة اليسار. أمين إلى نور حسين، نور في وسط الميدان يتقدم، لمسة لآدم نجم محترف ممفيس الأمريكي. ثامن المباريات الدولية لآدم نجم. فيصل تشايستي، آدم مرة أخرى، فيصل من جديد، كرة ملعوبة. منتخب أفغانستان يقدم في مباراة على مستوى كبير خاصة من الجانب التنشيط والمنظومة التكتيكية. نعم منتخب بنغلاديش هو منتخب ضعيف إلى حدود هذه الدقيقة في هذا الشوط الأول، هذا ليس بمقياس بالنسبة لمنتخب أفغانستان، لكن المهم والأهم بالنسبة لي وللمدرب أنوش داتسكير فرض أسلوب لعبه وترك بصمة في هذه المباراة. أصعب شيء في كرة القدم بالنسبة للمدرب هو صناعة بصمة وصناعة ستايل خاص للفريق، وهذا الذي يبحث عنه أنوش داتسكير. مهما كانت النتائج ومهما كانت يعني الخاتمة في مشوار هذه التصفيات، المهم أن يتحسن أداء الفريق ويكون له طابع خاص في الكرة الآسيوية. إذا جاء ترشح مرحبا، وإذا ما جاش أكيد في قادم المواعيد وفي قادم التظاهرات والمسابقات. ترجع الكرة مرة أخرى، السباق على المونديال صعب جدا، الهدف يبقى بالنسبة لبنغلاديش. أفغانستان والهند هو التعال لنهاية كأس أمم آسيا. ترجع الكرة مرة أخرى لمحاولة دفاعية، دفع كان واضح من أوميد بولباتزي،
هذا هو أميد، نشيط حركي مميز على الرواق الأيمن لدفاع المنتخب الأفغاني، حتى عن مستوى الهجومي قاعد يخلق في الزيادة العددية، ومردود محترم جدا، كرة ملعوبة طويلة للمنتخب البنغالي، تعود من شريف محمد، كرة لحسن أمين، خروج بالكرة إلى نور حسين، حسن أمين مرة أخرى، كرة طويلة لكن خطأ كان الترويض من جانب فرشاد نور، تعود مرة أخرى للمدافع الأيمن قش بيشواناث، يرفع الكرة سهلة لدفاع منتخب أفغانستان، تعود رمية جانبية، الرحمة ميع يلعب التماس لسعد الدين، سعد الدين يتقدم المنتخب البنغالي في هذه اللحظات، يرفع الكرة طويلة، تدخل من دفاع أفغانستان، خروج بالكرة بسرعة من جانب جبار تشارزي، يلعب مع نور حسين، يتباطأ نور، الضغط العالي من جانب لاعبي منتخب بنغلاديش في هذه اللحظات، افتكاك الكرة، يتقدم المنتخب البنغالي، يصعد في آخر تقريبا 4 دقائق للهجوم، لكن فرشاد نور من جديد يفتك هذه الكرة، ترسل إلى اليسار حسن أمين، وانطلاق الهجمة الأفغانية، كرة ملعوبة طويلة، يتدخل ياسين خان، تعود لمحمد نبيب، كرة من الجهة اليسرى، لمسة قصيرة وتعامل سيء مع الكرة من أحمد بيبلو، أحمد بيبلو وتعامل سيء مع هذه الكرة الأخيرة، عنوش تسكير، 1-0 نتيجة لمنتخب أفغانستان، لكن الحيرة موجودة اعتبارا وهذه النتيجة لحد الآن تعتبر غير مطمئنة، لتفادي المفاجآت منتخب أفغانستان مطالب بأكثر نجاعة، تعليمات لزبير أميري وآدم نجم وفيصل تشايستي من أنوش تاتسكير، منتخب بنغلاديش ومدرب جيمي داي صرح قال نحن واقعيون الوصول لمرحلة المجموعات واللعب من منتخبات كبيرة كقطر وعمان سيكون إنجاز لا يصدق لبنغلاديش، يعرف ما له وما عليه، داي يقول دائما ما ترتبط بنغلاديش بلعبة الكريكيت، لكن ما رأيته هناك يجعلني أقول أن كرة القدم لديها القدرة على أن تحظى بشعبية أكثر في هذا البلد، لكن بهذا المستوى والأداء لن يكون له ما يريد داي مع الجماهير البنغالية، هذا الأداء المخيب للأمال على الأقل في هذا الشوط الأول أمام منتخب أفغانستان، كيف سيكون الحال أمام المنتخب القطري والمنتخب العماني والمنتخب الهندي؟ تعود مرة أخرى كرة أفغانية من حسن أمين، كرة في التماس لصفيرة الحكم الصيني ليز هانغ، مخالفة، جماهير أفغانستان تصنع الحدث في المدرجات، فرحة لا توصف، والتغيير أول في المباراة بالنسبة لمنتخب أفغانستان، خروج أميد بول بادزي على الظهير الأيمن ودخول ميلاد انتظار، ميلاد انتظار كان أساسي في مباراة المنتخب القطري، 26 سنة محترف في الدوري الهولندي، على 14 مباراة دولية مع منتخب أفغانستان، بالنسبة لي ميلاد هذه كرة طويلة سهلة للحارس أشرفول إسلام، واحد من بين أبرز العناصر الأفغانية في هذا الشوط الأول، يغادر أميد بول بادزي، يترك مكانه لميلاد انتظار، كرة من قش، الثواني واللحظات الأخيرة من زمن هذا الشوط الأول مشاهدينا الكرام من مباراة منتخب أفغانستان منتخب بنغلاديش، لا
لحساب الجولة الثانية المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة المشتركة بين مونديالي قطر، بين مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا بالصين 2023. كرة تعود أفغانية من جديد، نجم حيدري يلعب الكرة، دقيقتان وقت بديل، حسن أمين مع نور حسين، تعود لشريف محمد، لمسة لميلاد انتظار، كرة في وسط الميدان فيصل تشايستي، وعودة في وسط الميدان من جانب رنا، كرة مقطوعة لمنتخب بنغلاديش، إسلام مامونول، كرة مقطوعة جمبو عكسة من جانب فيصل تشايستي، فيصل يمهد يمرر كرة لجبار تشارزي، يسدد جبار، كرة خارج الإطار، جبار تشارزي محترف الدوري الفنلندي 25 سنة يبحث عن ثالث أهدافه بزي المنتخب الأفغاني، جبار تشارزي بعد عمل كبير من جانب فيصل تشايستي. أشرف لإسلام الرنا يلعب كرة طويلة في وسط الميدان، تعود لمنتخب أفغانستان، لمسة من نور حسين إلى فيصل مرة أخرى تشايستي، فيصل لمسة قصيرة مع آدم نجم لشريف محمد، نجم حيدري الثواني الأخيرة، كرة من حسن أمين، أمين في وسط الميدان مع فرشاد نور سحب الهدف الوحيد برأسية هذه الفترة الأولى، كرة إلى ميلاد مرة أخرى تلعب الكرة، عدم الانسجام مع زبير أميري وآدم نجم، تعود مرة أخرى كرة أفغانية من جديد، انتظار صفيرة الحكم الصيني لايز هانغ للإعلان على نهاية هذا الشوط الأول على نتيجة 1-0 لمنتخب أفغانستان برأسية فرشاد نور. أرجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الأفغاني المسيطر في هذا الشوط الأول وله العلامة الكاملة، ترجع مرة أخرى كرة لميلاد ينتظر، وفي ذات اللحظة يعلن حكم المباراة لايز هانك على نهاية هذه الفترة الأولى مشاهدينا الكرام برأسية فرشاد نور في الدقيقة 27، 1-0 لمنتخب أفغانستان أمام منتخب بنغلاديش. المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة المشتركة للتأهل لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا بالصين 2023، مباراة منتخب أفغانستان ونظيرها المنتخب البنغالي منتخب بنغلاديش. 1-0 في الشوط الأول، هدف القائد فرشاد نور في الدقيقة 27 برأسية كانت صعبة على الحارس البنغالي أشرف الإسلام رنا. التغيير الثاني بالنسبة للمدرب أنوش داسجير مدرب منتخب أفغانستان بعد تغيير الشوط الأول وإصابة أوميد بولباتزي على الظهير الأيمن ودخول ميلاد انتظار في فترة الراحة بين الشوطين، تغيير الظهير الأيسر حسن أمين ودخول حمل القميص رقم 2 عباسين علي خيل. هذا التغيير الثاني بالنسبة للمدرب أنوش داتسكير. تذكير بالأسماء الأساسية للمنتخبين في بداية هذه الفترة الثانية بالنسبة لمنتخب أفغانستان. في المرمى عويسي عزيزي، ميلاد انتظار، كذلك موجود عباسين علي خيل، نجم حيدري، شريف محمد، نور حسين، فرشاد نور، آدم نجم، جبار تشارزي، زبير أميري وفيصل تشايستي. بالنسبة لمنتخب بنغلاديش يحافظ المدرب الإنجليزي جيمي داي على نفس الأسماء التي خاضت المباراة في الشوط الأول، أشرف الإسلام رنا، باتشا حسين تاتول، رحمت ميا، ياسين خان، كوش بيشواناث، جمال بيام، إسلام مانونول، رنا شول، أحمد بيبلو، محمد نبيب زيبان وسعد الدين. طاقم التحكيمي للمباراة
يقود الحكم الصيني لي زانغ. الفترة الثانية انطلقت مشاهدينا الكرام منذ تقريبا 3 دقائق، والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول 1-0 برأسية القاعد فارشاد نور. شوط أول تابعنا وشاهدنا سيطرة للمنتخب الأفغاني بالطول والعرض، سيطرة كانت كبيرة، سيطرة هجومية، سيطرة في امتلاك الكرة، سيطرة في صناعة الهجمة، سيطرة في وسط الميدان، سيطرة في الهجوم، سيطرة كاملة. في المقابل منتخب بنغلاديش أظهر قدرات ضعيفة خاصة على مستوى بناء الهجمة والتحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. كرة تعود لمنتخب أفغانستان من الظهير الجديد عباسين علي خيل. زوز تغييرات بالنسبة للمنتخب الأفغاني، شملت الأظهرة يمينا وشمالا. كرة تعود هجمة معاكسة لمنتخب بنغلاديش، تقريبا نفس السيناريو نسخة مطابقة للأصل للشوط الأول. في المتابعة منتخب أفغانستان له الأفضلية والأسبقية. كرة من فيصل تشايستي، فيصل تشايستي 10 المنتخب الأفغاني، واحد من بين أبرز اللاعبين، مهارة، سرعة، قوة، دقة في التمريرات والتوزيعات. كرة تعود بنغالية مقطوعة من جانب ميلاد انتظار، تبقى لجبار تشارزي، جبار منتخب أفغانستان الأقرب للوصول لمرمى أشرف الإسلام، أقرب لتسجيل الهدف الثاني من هدف التعادل لبنغلاديش. كرة أخرى ملعوبة، هذا الثاني لا يضيع، يضيع الهدف الثاني على جبار تشارزي. فرصة أخرى لمنتخب أفغانستان يريد أن يأخذ نصيبه منذ البداية في الشوط الثاني للإطمئنان على نتيجة المباراة. هناك تغيير في منتخب بنغلاديش، القميص 16 محمد إبراهيم يسجل دخوله في تشكيلة المدرب الإنجليزي جيمي داي. تغيير أول بالمقابل تغييران بالنسبة للمدرب عنوش تاتسكير. أرجع الكرة مرة أخرى لمنتخب أفغانستان. آخر فوز للمنتخب الأفغاني في مباراة رسمية كان في تصفيات كأس أمم آسيا 2019، الجولة السادسة والأخيرة، المرحلة الختامية، بهدفين مقابل واحد أمام منتخب كمبوديا. ثنائية تشارزا في الدقيقتين 26 و45، جبار تشارزا هو الذي سجل ثنائية آخر انتصار. وهذه كرة أخرى للثاني لمنتخب أفغانستان، يتدخل أشرف الإسلام رنا. 6 مباريات أخيرة لأسود خراسان لمنتخب أفغانستان، 2 تعادل في الوديات مع فلسطين 0-0، تاجكستان 1-1، و4 هزايم أمام تركمانستان 2-0، عمان 5-0، ماليزيا 2-1، والمنتخب العنابي المنتخب القطري 6 أهداف مقابل 0. كرة تعود لمنتخب بنغلاديش عن طريق القائد جمال بيان. 37 مباراة دولية لجمال، 29 سنة، لاعب فريق سبورتينغ سايف كلوب في الدوري المحلي. عويسي يحاول ترتيب البيت الدفاعي لمنتخب أفغانستان. جمال يستعد لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، هل تأتي بالجديد؟ هل يتمكن من مفاجأة الجميع؟ منتخب بنغلاديش كرة بالرأس خطيرة في الدفاع الأفغاني. وحكم المباراة الصيني يطلب اللعب، ما فيها شيء. كرة من جهة اليمين تعود من ميلاد انتظار، ميلاد خروج بالكرة، مراوغة جيدة، ترجع في وسط الميدان نور حسين، مقطوعة للمنتخب البنغالي. وهناك بطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعب منتخب أفغانستان للمهاجم جبار تشارزا. جبار تشارزا بطاقة صفراء ثانية في المباراة، بعد أولى كانت لسعد الدين من منتخب بنغلاديش. الخطأ كان تكتيكي من جبار تشارزا. تتنفذ الكرة من جمال خطيرة على القائمة الثاني، فرصة للمنتخب البنغالي لتعديل النتيجة. تحسن منتخب بنغلاديش هجوميا من خلال بعض الكرات الثابتة
لكن تبقى الأسبقية لمنتخب أفغانستان. 15 مباراة للأفغان في تصفيات المونديال، 3 انتصارات تعادل 11 هزيمة، سجل 10 أهداف. اليوم هدف فرشاد نور هو الهدف رقم 11، واستقبل في مرماه 51 جول. ولا مرة تأهل المونديال، ولا مرة كذلك عرف الحضور في نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم. هذه كرة خطأ من دفاع منتخب أفغانستان، هجمة خطيرة من كلاتاش، تصويبة، لكن كان هناك تسرع من جانب محمد إبراهيم في الكرة الأخيرة، وكرة سهلة للحارس عويسي عزيزي. نرجع مرة أخرى للمنتخب الأفغاني في الشوط الثاني، أصبحت الأمور تقريبا متقاربة بين المنتخبين 50-50. كرة من شريف محمد ينطلق من جهة اليمين إلى ميلاد انتظار، تعود الكرة لنجم حيداري، يرفع طويلة نجم، كرة لمنتخب أفغانستان، الترويض من آدم نجم، ترجع الكرة، محاولة خطيرة، فرصة للمنتخب الأفغاني، التصويبة من زوبير أميري، والتعلق للحارس أشرف والإسلام رانا. شوط ثاني ينبع بالكثير، شوط ثاني في مؤشرات مباراة فرجوية، مباراة كبيرة للمنتخب أفغانستان ومنتخب بنغلاديش. محاولة زوبير أميري، تصويبة باليسار، والتعلق للحارس أشرف والإسلام رانا. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني، المدرجات تشتعل، تشجيعات كبيرة من أنصار المنتخب الأفغاني في مباراة اليوم، في مباراة تلعب في دوتشامبي عاصمة طاجكستان. كرة ستكون ملعوبة من جانب آدم نجم، محترف ممفيس الأمريكي. 8 مباريات دولية بالنسبة لآدم. كرة مرفوعة تلعب للمنتخب الأفغاني، تبقى مرة أخرى في وسط الميدان، كرة لنور حسين، نور لمسة لفرشاد، مقطوعة من دفاع منتخب بنغلاديش، يعول على الهجمات السريعة الكونترا تكفيها خطورة هذه الفرصة لمنتخب بنغلاديش. كرة قصيرة، أسيرة تقطع، ترجع لمنتخب أفغانستان من فرشاد نور. نور يرفع الكرة الطويلة، المحاولة للمنتخب الأفغاني من جهة اليسار، كرة لعبد النجم حيداري، حيداري، والكرة تخرج للتماس، الرمية الجانبية. المدافع نجم حيداري يسعد للهجوم من أجل خلق التفوق العددي ويستفيد من ركنية لمنتخب أفغانستان. كرة مرة أخرى، نمبر وان في التنفيذ آدم نجم، يرفع الكرة الطويلة نجم، وكرة جانبية لمنتخب أفغانستان. في الرسميات بين دورة العام جنوب آسيا، كأس التحدي والكأس الذهبية لدول جنوب القارة، 6 مباريات سابقة بين المنتخبين، 2 فوز لبنغلاديش، 4 تعادل وفوز 1 لأفغانستان. نعم، بنغلاديش في المواجهات الرسمية تتفوق على منتخب أفغانستان، فهل يعدل اليوم الكفة على المنتخب الأفغاني بتحقيق الانتصار الثاني؟ 10-7، دخول حامل القميص رقم 10 محمد الربيول حسن بتشكيلة المنتخب البنغالي، وخروج أحمد بيلبو. ترجع الكرة، محمد ربيول في أول لمس، تعود عكسية لمنتخب أفغانستان من نور حسن في وسط الميدان، نور لمسة، فرشاد، تعود لشريف محمد، محمد شريف ممتاز العملية الفنية، مدافع برتبة ومواصفات وسط ميدان صانع العاب، فنيات كبيرة لقلب الدفاع شريف محمد. كرة لنجم حيداري، يرفع الكرة طويلة، جبار تشارزا بعيد عليه، تبقى لمنتخب بنغلاديش. كرة طويلة على الدقيقة 11 في هذا الشوط الثاني، 1-0 نتيجة الشوط الأول. انزلاقية من المدافع نجم حيداري، فاشلة مع المهاجم محمد نبيب، والكرة في التماس. التعادل على مستوى الأهداف المسجلة والأهداف المقبولة بالنسبة لكل منتخب في المواجهات المباشرة بعد مباراة اليوم، بعد شوط أول تقدم فيه المنتخب أفغانستان 1-0.
هدف فرشاد نور هو الهدف رقم 8 في المواجهات المباشرة بالنسبة للمنتخب الأفغاني. نفس الرقم نفس العدد، الرقم 8 هو عدد الأهداف كذلك اللي سجلها مهاجم منتخب بنغلاديش في مرمى أفغانستان. كرة طويلة تعود مرة أخرى من دفاع بنغلاديش، اللمسة والمحاولة من جانب غوش. يتركها ميلاد انتظار، كرة أفغانية، نور حسين. تصفيات القارة الآسيوية لمونديال قطر 2022، 46 منتخب معني بخمس أو ستة مقاعد. المرحلة الثانية التي أدركنا فيها اليوم الجولة الثانية، ثمانية مجموعات بخمس منتخبات كل مجموعة، أول كل مجموعة مباشرة يتأهل مع أصحاب أربعة أفضل مراتب ثانية، تأهل مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 والدور الثالث لتصفيات مونديال قطر 2022. هذا النظام الرسمي للتصفيات الآسيوية للمرور والعبور لخوض النهائيات القارية وكذلك الوصول للعالمية. مونديال قطر، المونديال الذي سيكون حدث عربي وعالمي متميز 2022. اليوم الجولة الثانية، الجولة الثالثة ستكون بتاريخ 10 من الشهر القادم، وآخر جولة في هذه المرحلة الثانية ستكون يوم 9 يونيو 2020. المرحلة الثالثة بتواجد 12 منتخب سيتم توزيعهم على مجموعتين، 6 منتخبات في كل مجموعة. الجولة الأولى يوم 3 من شهر 9 2020، والجولة العاشرة والأخيرة يوم 12/10/2021، لحين تلعب المرحلة الرابعة والأخيرة بشكل مباراة ذهاب وإياب. الذهاب يوم 11/11/2021 والإياب يوم 16/11/2021. ذكر بقية مواعيد هذه التصفيات لحساب المجموعة الخامسة، ما تبقى من القسم الأول مباريات الذهاب. الجولة الثالثة 10/10 منتخب بنغلاديش يلعب ضد المنتخب القطري، والمنتخب العماني يستضيف منتخب أفغانستان. الجولة الرابعة يوم 15 أكتوبر القادم المنتخب الهندي مع منتخب بنغلاديش، والمباراة الكبيرة المباراة القوية المنتظرة الكلاسيكو العربي بين المنتخب القطري والمنتخب العماني. والجولة الخامسة إن شاء الله يوم 14/11/2019 عمان بنغلاديش أفغانستان الهند. الجولة الأولى في القسم الثاني وهي آخر مباراة في التصفيات لسنة 2019 بتاريخ 19/11 عمان الهند وأفغانستان قطر. ترجع الكرة مرة أخرى بعد استفاقة نسبية لمنتخب بنغلاديش أفضل على مستوى الانتشار وعلى مستوى البناء للهجمات، لكن دون خطورة على مرمى الحارس عويسي عزيز. ترجع الكرة مرة أخرى بين غاليا من غوش، بيسواناث تعود لقلب الدفاع، حسين توتول باتشا يرفع الكرة الطويلة، البحث عن محمد إبراهيم ومحمد الربيول حسن الثنائي الهجومي الجديد في تشكيلة المدرب جيمي داي. هذا المدرب الإنجليزي صاحب 40 سنة الذي يحاول أن ينهض بهذا المنتخب البنغالي إلى درجة أخرى من درجات التحسن على مستوى الأداء في بنغلاديش في كرة القدم في المنتخب الأول. المأمورية لن تكون سهلة، لن تكون سهلة بالنسبة لجيمي داي. كرة من تماس، هذا الرابيول محمد حسن في تنفيذ التماس على الطريقة الإنجليزية. التماس سيكون طويل، يلعب في منطقة الجزاء مع محمد إبراهيم، يرفع رابيول، كرة خطيرة، يتدخل عويسي عزيزي، تبقى الخطورة، فرصة لمنتخب بنغلاديش. شاهد ثاني ينبع بالخطر لدفاع المنتخب الأفغاني. خروج بالكرة من ميلاد انتظاري إلى فرشاد نور، يعكس الهجمة كونتر أتاك سريع للمنتخب الأفغاني، فرصة لتسجيل هدف الثاني. فرشاد يلعب ميلاد من جهة اليمين، ميلاد هل تكون هذه الكرة؟ ميلاد هدف ثاني لمنتخب أفغانستان. مقطوعة الكرة،
تمر سلامات على دفاع بنغلاديش. طويلة الكرة. إيقاف اللعب من حكم المباراة الصيني. لاي تانغ. إصابة لحارس منتخب أفغانستان. عويس عزيزي هو كذلك مهاجم منتخب بنغلاديش. حكم المباراة من مواليد 1982 دولي من 2011. 13 مباراة دولية سابقة لهذا الحكم، أعلن فيهم على 3 ضربات جزاء، 27 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء. سلامات لمدافع منتخب بنغلاديش باتشا حسين توتول. 64 دقيقة لعب إلى حد الآن مشاهدينا الكرام، والنتيجة لا تزال تقدم منتخب أفغانستان نتيجة الشوط الأول منذ الدقيقة 27. هدف برأسية فرشاد نور قائد الفريق بعد كرة ثابتة من أوميد بولبادزي على مستوى التنفيذ. تعليمات لزبير أميري من المدرب أنوش داتسكير مدرب منتخب أفغانستان. هذا المدرب المتقلد لهذه المهام كمدرب أول بصفة رسمية منذ آخر سنة 2018. قرابة السنة وهو على رأس المنتخب الأفغاني في ريعان الشباب، مدرب صغير السن 30 سنة، خذل مسؤولية في سن 27 كمدرب مؤقت، ثم اشتغل كمساعد مع الألماني أوتو فيستر من خريج المعهد المعروف عالميا معهد يوهان كرايف الهولندي للتدريب، وهو المولود في هولندا. كرة من القاعة جمال بيان لاعب منتخب بنغلاديش. كرة ثابتة، هل تشكل خطورة؟ جيمي داي يعطي النصائح التعليمات على كيفية التمركز في دفاعات الفريق الأفغاني. هذه كرة خطيرة، كرة ملعوبة، 16 مخالفة، فاول في المباراة، 10 أفغانستان 6 بنغلاديش. كرة من جبار تشارزا ترجع لمنتخب بنغلاديش في وسط الميدان، كرة تضرب في جبار ترجع مرة أخرى، يبقى الامتلاك وتبقى الكرة للمنتخب البنغالي. باتشا يرفع الكرة للحارس عويس عزيزي. جيمي داي في تجربة أولى مع المنتخبات الوطنية من بوابة كرة بنغلاديش. نجم حيدري مدافع الشاب 19 سنة، ثالث مباراة مع منتخب أفغانستان، المحترف بالدوري الهولندي. منتخب أفغانستان بلاعبين مولودين في أفغانستان وأمريكا وألمانيا وهولندا والدنمارك، وكذلك ينشطون في هذه الدوريات الخاصة ببلد الولادة. ترجع الكرة مرة أخرى، والوسادة تغلب الولادة بالنسبة لأغلب اللاعبين لخير اللعب مع منتخب بلدهم منتخب أفغانستان على غرار القاعة. فرشاد نور الملقى على أرضية الميدان والمولود بهولندا، المحترف حاليا بفريق نيا سلاميسا القبرصي. 8 أهداف، هدف الفريق في هذه المجموعة الحالية الكابتن فرشاد نور، هدف ثامن اليوم برأسية قوية في مرمى الحارس أشرف الإسلام رانا. فكرة عن بعض النتائج المسجلة في هذه الجولة الثانية بالنسبة لهذه التصفيات. المباريات انطلقت منذ صبيحة هذا اليوم، عديدة هي المباريات. فريق ومنتخب غوام كان انهزم من منتخب الفلبين 4 أهداف مقابل هدف في المجموعة الأولى. تاجكستان تقدم على منغوليا 1-0.
انتصار النيبال على الصين تايبي 2-0. المنتخب البحريني حقق الانتصار امام كمبوديا خارج القواعد 1-0. انتصار مفاجأة لسنغافورة امام فلسطين بهدفين لواحد. فوز ايران على هونغ كونغ بهدفين لصفر بنفس النتيجة. انتصار اليابان على مينيامار 2-0. تايلاندا فازت على اندونيسيا 3-0. الامارات يفوز على ماليزيا 2-1. وحاليا منتخب افغانستان يتقدم على بنغلاديش 1-0. كوريا الشمالية على سريلانكا بنفس النتيجة. ايضا كوريا الجنوبية على تركمانستان. والتعادل 0-0 بين منتخب المالديف والمنتخب الصيني بعد مرور 25 دقيقة لعب. 3 مباريات اخرى لازالت في البرنامج. الكويت مع استراليا، اليمن مع السعودية، والمباراة المنتظرة على قنوات الكأس الرياضية في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بين المنتخب العنابي بطل آسيا 2019 والمنتخب الهندي انطلاقا من الساعة 7:30 بتوقيت الدوحة توقيت مكة المكرمة. ترجع الكرة مرة أخرى، اقتربنا من الدقيقة 70 في مباراة أفغانستان بنغلاديش 1-0 برأسية فرشاد نور. نتيجة الشوط الأول، كرة ملعوبة من زبير أميري، ممتاز زبير، فرصة للهدف الثاني لمنتخب أفغانستان. هي ملعوبة من جانب نور حسين، نور حسين، لمسة قصيرة لميلاد انتظار الوان تو ناجحة لمنتخب أفغانستان. كرة للهدف الثاني خطيرة، تبقى ما زالت الهجمة، المحاولة والتدخل الدفاعي، إبعاد الخطورة من جانب محمد إبراهيم لمنتخب بنغلاديش. تتحرك ماكينة أفغانستان في هذه اللحظات الأخيرة بعد تقريبا ركود نسبي في بداية الشوط الثاني، وفسح المجال لمنتخب بنغلاديش لاستعادة الثقة وكسب معركة وسط الميدان. منتخب أفغانستان أفضل للأمانة من منتخب بنغلاديش في مباراة اليوم ويستحق هذا التقدم وهذا الانتصار. هذه الكرة الأخيرة ومحاولة ميلاد انتظار مع جبار تشارزا. يتوقف اللعب هنا في الملعب المركزي توتشامبي بتاجكستان لفسح المجال لتلقي الإسعافات لمدافع منتخب بنغلاديش. والجماهير الأفغانية تواصل تشجيعاتها وسعادتها واضحة بهذا الانتصار الآن إلى حد الآن. إذا رحمة ميا، يعود رحمت وتعود الكرة للمنتخب الأفغاني من جانب آدم نجم. نور حسين، كرة طويلة في اتجاه عباسين، يلعب جبار تشارزا، ارتباك في دفاع المنتخب البنغالي، كرة طويلة تعود مرة أخرى لمنتخب أفغانستان من فرشاد نور. كرة لليمين اتجاه فيصل تشايستي، فيصل لعباسين، عباسين فيصل مرة أخرى، كرة قصيرة في وسط الميدان في محاولة لجلب لاعبي منتخب بنغلاديش وإخراجهم من مناطقهم الخلفية. تعود مرة أخرى كرة للنجم حيدري، يرفع كرة باليسار طويلة ممتازة، دقة كبيرة في التوزيع من جانب نجم حيدري. كرة وفرصة لمنتخب أفغانستان، يحاول فيصل تشايستي يرفع القيم الثاني، هو كرة من أشرف الإسلام الرنا، يتدخل الحارس البنغالي يشرفول في مباراة الدولية رقم 16. حارس قدم البلال حسن في مباراة اليوم، ممكن حتى هدف المباراة لا يتحمل فيه مسؤولية كبيرة بعد رأسية كانت دقيقة وقوية من فرشاد نور. أرجع مرة أخرى الكرة بنغالية من جديد في البناء، كرة لكن بعيد، تخرج الكرة ضربة 6 أمتار
لمنتخب أفغانستان. وللحارس عويس عزيز حيرة لجيمي داي. جيمي داي يحاول أن يرفع من معنويات الرحمن مبرور سوفيل. ثالث التغييرات قادمة بالنسبة للمدرب الإنجليزي جيمي داي. مهاجم إضافي مع محمد ربيو الحسن ومحمد إبراهيم. إذن الرحمن مابوبور. كرة فرشاد نور عباسين. فرشاد مرة أخرى كرات ونقلات في وسط الميدان. الباس القصيرة من جانب منتخب أفغانستان. كرة من فيصل تعود ممتازة الكرة يدم نجم لمسة لميلاد انتظار. ميلاد يرفع الكرة يخلط عليها يوزع والحارس أشرف والإسلام الرنا مرة أخرى في تام الهجمة لمنتخب أفغانستان. هو المشكل في هذا الشوط الثاني تقريبا تماما كالشوط الأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. شوط أول النجاح حضرت في الدقيقة 27 برأسية فرشاد نور. شوط ثاني لحد الآن عاجز فيه منتخب أفغانستان عن الوصول لمرمى الحارس أشرف الإسلام. هذا هو التغيير الثالث بالنسبة للمنتخب البنغالي. خروج محمد رحمن
ودخول الرحمن مابوبور، أجواء كبيرة في ملعب المباراة، الملعب الرئيسي توتشامبي في تاجكستان. هذا الملعب الذي تم افتتاحه سنة 1946، 20,000 متفرج تقريبا طاقة الاستيعاب. الملعب الرسمي لفريقي سي اس كا بامير توتشامبي وكذلك فريق الاستقلال في طاجكستان. ترجع الكرة مرة أخرى من جهة اليمين، عباسين يخترق الدفاع البنغالي ويستفيد من المخالفة، يربح الفاول المنتخب الأفغاني. جبار تشارزا وعباسين علي خيل، هذه الكرة الأخيرة، عباسين يحاول الاختراق، لمسة والتدخل من الخلف كان واضح من دفاع بنغلاديش. 74 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام، آخر ربع ساعة في هذه المباراة. الثاني لأفغانستان، التعادل 1-1 لبنغلاديش. انتظارات الأقرب أن يكون هناك هدف ثاني للمنتخب الأفغاني. كرة ثابتة، فيصل تشايستي، قد تكون هذه كرة الهدف الثاني يا فيصل. تشايستي عنده رجل يسارية قوية، ساق يسار أستر يستار منها في هذه الكرة لمنتخب أفغانستان في 75 دقيقة لعب. زبير أميريان، فيصل تشايستي، فيصل يسارية قوية من فيصل تشايستي، كرة فوق العارضة. أشرف الإسلام رانا يرجع الكرة للاعب، طويلة من أشرف فول تتجاوز خط منتصف الميدان. الكرة والهجمة لمنتخب بنغلاديش. الرحمن مابوبور، الرحمن البديل، مازال فريشك على المستوى البدني، مازال كيدخل تلعب بالكرة طويلة ملعوبة خطيرة، كرة للتعادل، فرصة لبنغلاديش، مازالت الخطورة. محمد نبيب إلى الكابيتان وجمال، يرفع الكرة على القائمة الثانية. منتخب بنغلاديش يحاول أن يكشر على نيابه، لكن هناك أوفسايد واضح، الأوفسايد وقرار حكم المباراة ليز هانك، طاقم تحكيم الصيني في مباراة اليوم. الدقائق الأخيرة ستكون صعبة على دفاع أفغانستان في صورة عدم التوصل لتسجيل الهدف الثاني. مخالفة لجبار تشارزا ضد المدافع ياسين خان. الدفع كان واضح من ياسين خان، وكرة في الوسط تعود لمنتخب أفغانستان. شريف محمد، عباسين، أو هذا فيصل، فيصل لشريف محمد، عباسين، المثلثات والمربعات والتمريرات القصيرة بالنسبة لمنتخب أفغانستان من أجل خلق المساحات والثغرات في دفاع منتخب بنغلاديش. كرة تعود مخالفة للدفاع البنغالي. 10 مباريات للمدرب الإنجليزي جيمي داي مع منتخب بنغلاديش، 5 انتصارات تعادل و4 هزايم إلى حد الآن. يطمح لتحقيق الفوز السادس أو التعادل الثاني لتفادي الهزيمة الخامسة. جيمي داي الإنجليزي، جمهور أفغانستان يشجع في منتخب بلاده في طاجكستان. ترجع الكرة مرة أخرى والضغط من جانب الرحمن مابوبور ويربح المخالفة، يلعب بالنار منتخب أفغانستان. هذه الدقائق الأخيرة في هذه المباراة، مباراة الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، مجموعة تضم أيضا المنتخب القطري، المنتخب العماني والمنتخب الهندي. كرة من جانب جمال بيان، 37 مباراة، 29 سنة
لقاعد منتخب بنغلاديش. يرفع الكرة جمال، كرة في منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة كانت هذه الكرة أمام محمد نبيب زيبان. كرة أخرى لمنتخب بنغلاديش، يقدم في فترة ثانية أفضل من الناحية الهجومية من الشوط الأول، تحسن الأداء. ذكرت في الشوط الأول أن المنتخب البنغالي لن يقدم أسوأ من 45 دقيقة الأول، أكيد في فترة ثانية تحسن الأداء، أكثر ثقة في النفس. منتخب أفغانستان ضيع المباراة في الشوط الأول، كان من الممكن أن يقتل المباراة بالهدف الثاني والثالث، لكن أدار الفرص الثانية على تهديف كانت السمة المميزة لل 45 دقيقة الأولى. بنغلاديش يبحث عن المفاجأة، يبحث عن مفاجأة قد تأتي وقد لا تأتي بهدف التعادل والبطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية لمنتخب بنغلاديش. هذه المرة للمدافع غاش بيشواناث بعد انذار سعد الدين، وكذلك جبار تشارزا مهاجم منتخب افغانستان. ميلاد انتظار نجم حيدري، كرة لشريف محمد، يتقدم شريف قلب الدفاع، يلعب الكرة الطويلة، البحث كل البحث في هذا الشوط الثاني من خلال الكرة الطويلة، يلعب اللعبة المباشرة بها المدرب أنوش داسكير منتخب أفغانستان. هذا ما سهل مأمورية دفاع منتخب بنغلاديش في الفترة الثانية. كرة تعود مرة أخرى، والله يلعب بالنار منتخب أفغانستان، يلعب بالنار ويعي جيدا مدرب أنوش أن اللحظات والدقائق الأخيرة وكرة القدم ما فيهاش أمان، ما فيهاش أمان، كرة مرعوبة. من جديد من تماس بيشواناث، يرفع الكرة إلى الرحمن مابوبور، المخالفة تعود، كرة لدفاع منتخب أفغانستان. 9 دقائق أخيرة في المباراة، 9 دقائق لتأكيد 3 نقاط للمنتخب الأفغاني، أم 9 نقاط للعودة في المباراة واقتسام النقاط والعودة بأخف الأضرار من طاجكستان بالنسبة لمنتخب بنغلاديش. عويسي عزيز في تنفيذ المخالفة للمنتخب الأفغاني في مثل هذه المباريات. نعم هي مباريات كأس، النتيجة أهم من الأداء، 3 نقاط تعتبر هامة وهامة جدا في سباق الصراع على بطاقة مباشرة لمونديال قطر أو التواجد ضمن أفضل 4 مراتب ثانية في المجموعات الثمانية للتأهل للمونديال، للتأهل لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم والمرحلة الثانية لمونديال قطر 2022 المرحلة الأخيرة. أرجع الكرة مرة أخرى بيشواناث، إعادة الكرة للعب، كرة طويلة لجمال، من جديد للرحمن مابوبور، حركة كبيرة لرحمن مابوبور وسعد الدين في الخط الأمامي في اللحظات الأخيرة. هذه كرة مرة أخرى إلى سعد الدين من جهة اليمين، سعد الدين، سعد الدين يرجع الكرة إلى جمال، لكن أي توزيع أي كلام، ما هذا يا جمال؟ هذه الكرة أكيد غير مفهومة بالمرة، ماذا أراد أن يفعل القائد جمال بهذه الكرة وهذه التوزيعة؟ غضب المدرب جيمي داي. مؤازرة متواصلة لجماهير أفغانستان في الدقائق هذه الأخيرة الحرجة لمنتخب بلدهم. كرة تعود مرة أخرى، انخفض مستوى المباراة ونسق اللعب في الدقائق الأخيرة، أهمية النتيجة. كرة من جانب نجم حيدري، عودة للمخالفة، حكم المباراة الصيني لي تانغ،
الدفع كان واضح على آدم نجم من جانب جمال بيان. فكرة عن الحضور ومنتخب أفغانستان حاضر إلى حد الآن بتقدم برأسية فرشاد نور. كرة عكسية تعود مرة أخرى في الوسط لبنغلاديش، كرة لبناء هجمة مقطوعة، افتكاك من جديد نور حسين. حسين حكم المباراة، يرجع للمخالفة غير راضي جمال بيان قائد منتخب بنغلاديش على قرار الحكم الصيني. تعود مرة أخرى كرة جديدة لمنتخب بنغلاديش في وسط الميدان. ليز هانك، تنبيه على زبير أميري في اللقطة والعملية الأخيرة. هذا زبير كان في محاولة مع الرحمن مابوبور. تنبيه كذلك على جيمي داي مدرب منتخب بنغلاديش غير راضي على قرارات الحكم الصيني الانجليزي جيمي داي. تعليمات واضحة بالضغط على الضغط واللعب في مناطق منتخب افغانستان. 28 فاول في المباراة، 14-14 هذه كرة للتعادل، كرة لـ1-1 هذه على منتخب بنغلاديش. هل يفعلها منتخب بنغلاديش؟ هل يعدل الكفة في اخر اللحظات؟ يقتسم النقاط رغم انه لم يقدم مباراة كبيرة. ارجع الكرة شنبية منتخب افغانستان وكأن يبيع على المستوى البدني، هناك تراجع كبير وإرهاق واضح للاعبين في آخر 5 دقائق. مشاهدينا الكرام، أكيد في ظرف تقريبا 5 أيام هذه المباراة الثانية بالنسبة للمنتخب الأفغاني، والكرة تعود في وسط الميدان وكأني باللاعبين الأفغان يعني في أقرب وقت يريدون من حكم المباراة الصيني ليز هانك إعلان صفيرة النهائي. يريدون أن يمر الوقت بسرعة لتحقيق 3 نقاط، وهذه كرة كادت تباغت الحارس أشرف الإسلام الرنا. كرة تعود لمنتخب بنغلاديش، الانطلاقة والهجمة من إسلام. إسلام يرفع الكرة الطويلة، المحاولة من جانب سعد الدين والتعلق لنجم الدفاع نجم حيدري الشاب 19 سنة. كرة في وسط الميدان، الانطلاقة من زبير أميري. أميري 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 كرة لكن أسبق من المدافع غاش بيشواناث. كرة تبقى للمنتخب البنغالي. الرغبة بين المنتخبين أصبحت كبيرة والندية في آخر اللحظات وآخر الدقائق. كرة تعود مرة أخرى، منتخب بنغلاديش يلعب الكل في الكل، يحاول أن يدرك هدف التعادل بأي طريقة لكن ما باليد حيلة. لحد الآن تلك حدود الله، المستوى يعني أقل من المتوسط بالنسبة لمنتخب بنغلاديش. ليس بهذه الكيفية بإمكانه التعديل وإمكانه حتى الوصول وإزعاج الحارس عويسي عزيز. الوقت يمر بسرعة على منتخب بنغلاديش من أجل الوصول لهدف التعادل، وكرة من ركلة مرمى عويسي عزيزي. يرفع الكرة طويلة، كرة تذهب لجبار تشارزا. جبار إلى ميلاد انتظار، انتظار طويلة الكرة بعيدة على زبير أميري. زبير كرة من كوش بيشواناث، التماس لمنتخب بنغلاديش. أرجع مرة أخرى، كرة أفغانية، التدخل من نجم حيدري نجم الدفاع الافغاني بامتياز كبير. يقطع هذه الكرة نور حسين والمخالفة موجودة وسط الميدان المتكون من نور حسين فرشاد نور آدم نجم وزبير أميري. دور كبير في مباراة اليوم. ترجع مرة أخرى إلى شريف محمد،
يرفع كرة لدويلة، إشريف محمد الدفاع يرتبك كرة للهدف الثاني، تضيع تضيع من آدم نجم، بحث عن المباغتة ورفع الكرة بالحارس. وهذا تغيير آخر لمنتخب أفغانستان، حامل القميص رقم 11 نور الله أميري مكان جبار تشارزا. إذن خروج جبار شارزا وثالث التغييرات بعد خروج أميد بولباتزي وحسن أمين. إذن جبار تشارزا يترك مكانه لنور الله أميري، تغيير اللحظات الأخيرة كتدعيم لخط وسط الميدان من جانب المدرب أنوش داتسكير. شعور بالخطر باعتبار أنه منتخب بنغلاديش مسك بزمام الأمور. هذه كرة من جهة اليمين مرفوعة من ميلاد، أوه كرة للحارس أشرفول إسلام رانا، كان أسبق من المهاجم الأفغاني، كرة ملعوبة. 90 دقيقة مشاهدينا الكرام ننتظر كم سيضيف حكم المباراة لايز هانك الحكم الصيني. مباراة أصبحت مشوقة في دقائقها الأخيرة، ممكن لو كان منتخب بنغلاديش بمستوى أعلى من هذا كان مستوى اللقاء يكون أفضل بكثير وكثير. نرجع الكرة مرة أخرى، 4 دقائق أخيرة مشاهدينا الكرام، 4 دقائق لنهاية هذا الحوار. كرة تعود من جهة اليمين من جديد، ميلاد انتظار وكرة لمنتخب أفغانستان من خلال التمس، تعود لمسة لنور حسين. نور مرة أخرى، نور حسين امتلاك للكرة، غضب من لاعبي بنغلاديش لعدم المساندة الدفاعية. ترجع مرة أخرى، كرة جانبية للمنتخب الأفغاني في طريقه لتحقيق الانتصار الأول. هذه التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بالصين في هذه المجموعة الخامسة بعد الهزيمة الثقيلة والاكتساح القطري لأفغانستان كرويا في مباراة ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، 6-0. اليوم منتخب أفغانستان في مباراة استعادة الهيبة واستعادة الثقة يحقق الفوز الآن على منتخب بنغلاديش 1-0، أول فوز في هذه المجموعة والالتحاق مؤقتا للمنتخب القطري المنتخب العماني في الصف الأول. انتظار مباراة قطر الهند انطلاقا من الساعة 7:30. كرة تعود من جديد لدفاع منتخب بنغلاديش، ما عاد عنده ما يخسر في المباراة، كل شيء معلوم، يا التعادل 1-1 يا الخسارة 1-0. كرة طويلة خطيرة يعدلها، ما يعدلهاش، المطالبة بركلة جزاء، المطالبة بركلة جزاء، يلعب بالنار دفاع أفغانستان. سعد الدين يطالب بركلة جزاء من الحكم الصيني لايز هانك. الصور البطيئة، العرض البطيء للعملية الأخيرة للمهاجم محمد نبيب للتأكد من العملية. شوف الكرة كيفاش خطأ كان كبير، أوه أوه يبدو أنه هناك عرقلة من جانب عباسين. عباسين هل ارتكب الخطأ في منطقة الجزاء أم لا؟ هل كان هناك احتكاك في المنطقة المحظورة؟ الصور من خلال الإعادة لم تكن واضحة 100%، لكن لقطة فيها شك، لقطة فيها شك. لو حكم المباراة أعلن عن ركلة الجزاء لبنغلاديش كون سيناريو محبط لجيمي داي ومفاجآت كرة القدم لا حدود لها. هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة، ومرة أخرى ممكن الصورة متأخرة في الالتحام. هناك ضربة جزاء، هناك ركلة جزاء واضح جدا. عباسين كان يعني هناك دهس على رجل المهاجم محمد نبيب. ضربة جزاء كانت واضحة لمنتخب بنغلاديش، موجود كان الدهس على المهاجم محمد نبيب. تتواصل المباراة، آخر 30 ثانية، كرة ملعوبة لدفاع أفغانستان، منتخب بنغلاديش
لا ييأس في نهاية المباراة خطيرة عن بنسير يتدخل تبقى للمنتخب الأفغاني. كل محب وعاشق لمنتخب أفغانستان أكيد يده على قلبه في هذه اللحظات الأخيرة، يريد أن ينهيها الصيني في أسرع وقت ممكن. ترجع الكرة يدويلة يخرج أشرف الإسلام، إسلام بموهبة وفنيات لاعب وسط ميدان حارس المرمى أشرف فول، يخرج الكرة طويلة تعود لمحمد نبيب يا سعد الدين. هذا سعد الدين في حوار كان مع عباسين، وتعود الكرة ويفقد معها منتخب بنغلاديش الأمل في العودة في هذه المباراة. ثواني ثواني للنهاية، هناك انفلات للأعصاب بين فيصل تشايستي والرحمن مابوبور في الكرة واللقطة الأخيرة آخر المباراة. مشاهدينا الكرام، هدف مقابل صفر، هدف أرشاد نور منذ الدقيقة 27 في الشوط الأول. تجاوزنا الوقت البديل الأربع دقائق المضافة من حكم المباراة الصيني لايت زانغ. كرة من جانب عويس عزيزي يرفع الكرة الطويلة، محاولة لمنتخب أفغانستان، آخر كرة في المباراة لمنتخب بنغلاديش. إذا يحب يعدل النتيجة ترجع مرة أخرى، كرة بالرأس عباسين، عباسين وفي ذات اللحظة يعلن الحكم الصيني لايت زانغ وسط فرحة كبيرة من جماهير منتخب أفغانستان بانتصار أول في هذه المجموعة الخامسة 1-0.